مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من بوب اب نيوز، موعدكم اليومي مع الفن والثقافة. كنحاولوا نتقاسموا معكم أخبار فنية وثقافية كتهمكم وكتهمنا أيضا، وجديد المبدعين المغاربة اللي كيتألقوا في مجالات مختلفة، المبدعين اللي كيتألقوا في الكوميديا على الخصوص في هذا الشهر الفضيل. فعلا ابتسام، شهر رمضان مرتبط بالكوميديا، ارتبط بالكوميديا في التلفزة عبر لي سيت كوم، عبر عديد من الأفلام والمسلسلات اللي كيكون فيهم هذاك الطابع، ولكن اللي كيعجبنا هو أنه الكوميديين كيقوموا بمجهود وكيوجدوا عروض كيقدموهم خلال شهر رمضان، والقضيه محركه. مثلا يسار عنده عرض فكاهي ديالو ايام 12 و15 افريل ولد الناس، زهير زائر يوم 11 افريل بالرباط، بومبا كوميك يوم 15 افريل. يعني كاين مجهود وكاين حركه من الناحيه الفنيه في شهر رمضان. نشوفوا اخبار واحده اخرى في الزابي. مهرجان ربيع الموسيقى الكلاسيكية يعود في دورة جديدة بالساويرة من 27 إلى 30 أبريل. البرنامج متنوع يحييه ثلة من النجوم من المغرب وخارجه، سيمتعون الجمهور بنغمات موزارت، شتراوس، ماسيني، بيتهوفن، فيفالدي وغيرهم. ومن المتوقع أن تختم هذه الدورة العشرين عازفة البيانو الشهيرة ماريالي باتشيكو، أول امرأة تفوز بجائزة مهرجان مدخ الجاز المرموق. المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان وجمعية شوف ينظمان مسابقة مواهب إفريقية في إطار الدورة 16 للمنتدى الدولي للأشرطة المرسومة، والمبرمج من 9 إلى 13 مايو. المسابقة مفتوحة في وجه جميع المبدعين الأفارقة لسنهم فوق 17 سنة والذين لم تنشر أعمالهم بشكل احترافي. على الراغبين في المشاركة إرسال شريط مرسوم القصة كاملة قبل 25 أبريل الجاي. 4 قراء يتنافسون هذه السنة على الجائزة الكبرى لبرنامج عطر الكلام، مسابقة القرآن والأذان، من بينهما المغربيان زكريا الزيرك وعبد الله الدغري. حلقة اليوم من البرنامج تعتبر آخر مواعيد التنافس قبل الإعلان عن الترتيب النهائي من طرف لجنة التحكيم مساء الجمعة. حظ موفق لزكريا وعبد الله. الفنان عبد الخالق فهيد يبسم على عودة جميلة للتلفزة المغربية من خلال سيت كوم ديروا النية، واللي كتشوفوه كل نهار على القناة الثانية. ديروا النية اللي كيجمع عبد الخالق فهيد ومحمد الخياري اللي ما كناش شفناهم بجوج من شحال هذه، وكانوا شاهروا بسيت كوم اللي داروه مع بعضياتهم مبارك ومسعود. طبعا عبد الخالق فهيد غيجاوب على الأسئلة ديالنا، غيقربنا من العمل والأجواء ديالو من خلال الروبورتاج. بالنسبه للرول ديالي في السلسله في ستان اونسيان جوور كان كيلعب مع محمود، وهرسني في لو ديبي ديالي فاش كنت لاعب معاه واحد الماتش كونتر الفرقه ديالو بليساني، داك البليساج اللي صافي ما غنبقاش يرجع للكره. دونك بقات بيني وبينو هاد الاشكاليه ديال انا هو اللي وقف لي المسار ديالي الكروي وكذا. شاءت الاقدار تلقيت راسي دير محل ديال الارتيزانا، شاءت الاقدار لقاتنا تما. الاخت ديالو كانت في الوقيته اللي كنت انا وياه كانت عندي بها علاقه حب وكذا، على اساس نتزوجوا. ملي وقع داك الفراق بيني وبينو، داك الخصام اللي وقف بيني وبينو، ما بقينا تلاقينا، هي ما تزوجاتش وانا ما تزوجش. دونك ملي تلاقينا رجعنا بغينا نحيو داك النوستالجي وداك الحب القديم وكذا ونعاودو نتزوجوا. كيفاش ملي وصلني الخبر على انني غادي يجمعني واحد العمل مع الخياري، يعني سي نورمال بصراحة، ما غادي نكون إلا زعما واحد الحب لواحد النوستالجيا، نرجعوا ثاني لواحد التاريخ، لأن ما اشتغلش أنا سي محمد واحد 12 عام هادي ولا 13 عام. الأعمال جاية إن شاء الله مسرحيا وكذا، نحيو شوية لأن عندنا واحد التاريخ أنا وياه، هو ما يمكنش ينساه وأنا ما يمكنش ينساه. الغياب صراحه، لان تعرفي الشارع المغربي ما عارفش شنو كاين شنو واقع. في هذا السؤال كتبقى ديما كتخش الشارع المغربي، مالك فين غبرتي. كاين عندي رابط مهم مع الجمهور اللي هو المسرح، خشبه المسرح، يعني كندير جولات على برا مع الجاليه العزيزه الغاليه، ندير جولات مسرحيه هنا في داخل المملكه السعيده. دونك الغياب التلفزي دابا عندي الوالمان شو بوحدي، وعندي مسرحيه هذا زهري مع شله من الفن. بدينا بالمسرح، دونك حنا ناس ديال الخشبه، ناس حنا ديال الجمهور، حنا ديال اللايف مع البيبليك. كاينه هاد القوه عندنا حنا لان ما جينا من المسرح الحقيقي. كل الفرقه ديالي نابحه، ما صاب ما يدير، جا لي الرجع وجا لي الركوع، من تما وقف لي المسار الكروي ديالي. وباش يقول لكم احترف، راه ما عمره احترف.
تكلمنا في بدايات الحلقة على الحركة الفنية اللي كتعرفها العروض الفكاهية خلال شهر رمضان، مجموعة من العروض مرات ومجموعة من العروض ممكن أنكم تشوفوها إلا كنتوا في الرباط مثلا. لوسبيكتاج ديال ليزان كاليفيابل فكاين نهار 12 إن شاء الله، سي موا يا توا. إيكو أيضا غادي يقدم فاس الحب لوسبيكتاكل ديالو والعرض ديالو الجديد نهار 13، وبومبا كوميك غادي يكونوا في الدار البيضاء نهار 15 أبريل. وغنبان انا كسول حيت انا عطيتي التواريخ بلا مدن. واش الناس يعرفوا فين يمشيو؟ المهم بومبا كوميك 15 ابريل في كازا بحال اللي قلتي، زوير زائر نهار 11 ابريل في مدينه الرباط، ويسار نهار 15 ابريل في مدينه طنجه. شكرا لك ابتسام، شكرا لكم على متابعه البرنامج، غنلتقيو بكم غدا ان شاء الله في حلقه جديده، السلام عليكم.